السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم الخوت، أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وها أنا من العمل إلى المنزل مع أخذ طريقي من وسط الغابة. ناخذ شويه النفس، شويه الراحه، شويه الهواء. وانا دابا راه غادي بحال في غابه بوسكوره. الخوت كيف قلت لكم البارح في ديك الفيديو السابقة بأن السكان، يعني أي سكن في هاد المناطق كتلقاو الخضيرة والتجار، يعني الغابة، الخوت هذا هو خير دليل. أنا جيت دابا من الوراء، لأن هادشي اللي كنت ديك الليمات كنصور في التيران وداكشي دابا هادو السكن اللي كتشوفو، ولكن الوراء ديالو الغابة. يعني السكن والغابة، يعني شي حاجة اللي ما اللي خيالية، أنا كنشوفها واقعية وتنتوما كتشوفوها معايا. الخوت دائما كنتكلموا على واحد المسألة اللي هي المسألة ديال كتهم الأطفال. أي سكن، أي مجمع سكني إلا وكتلقاو فيه واحد الساحة خاصة بالأطفال، وانتما كتشوفوا هذه بحال شي حاجة اللي كيلعبوا بها الأطفال، كيتزعلوا فيها وداكشي. عاود هنا كاين طوبوغو، يعني ضروري أي مجمع سكني إلا وفيه سميتو في هذه المسائل ديال الأطفال. ولاحظت هنايا الطوابل ديال البينبون هنايا، يعني موجودين، واللي غيلعبوا البينبون ما عرف فين هما. هو المهم على اين راهم كيهتموا، هما راه كيهتموا، يعني الجامعة الحضرية ديال اللي مكلفة بشي حومات الا وكدير فيها الاصلاحات وكدير فيها كل ما يهم السكان، كل ما يهم السكان من تربية، من يعني من تسلية الاطفال وتزيين المكان او تزيين الحومة وداكشي، يعني اغناء الحومة بالمسائل اللي مفروض تكون فيها. الناس دائما الاكثريه البالكون دايرين فيه هذا الشيء ديال الاخضرار والورود، انتما كتشوفوا الخوت. ايوا دابا انا خرجت من هذه الغابه الاولانيه. يعني الناس المسؤوله تقنت العمل ديالها، يعني راه هي في الاصل غابه، ولكن مع مرور الزمن والسكنه وكذا، الا انهم كيحاولوا ما امكن يعني يديروا ما فيه خير للبشريه. وصافي هذا مكان، لان هذا الشيء راه ماشي مصيب باليد، هذا الشيء راه في الاصل ديالو كان غابه، والناس المسؤوله من زمن الاخر
كيدخلوا تحسينات باش الانسان يسكن، وماشي غير السكن الحيط، وانما يسكن ويشوف الطبيعه ويحس بالامان والطمانينه وراحه البال. هادشي اللي كان، هادشي اللي استفدت انا. غالبا الناس راه كتشوف بعينها وكتعرف يعني القيمه ديال هادشي اللي مدير الانسان هنا باش يكون في راحه البال. هذا مكان الخوت، وحنا غادي مازال نستمروا في سميتو. فوالا، يعني الانسان من البالكون كيطل اش كيطل اش كيلقى الخضيره الجماليه ديال الحياه الحيويه. في الدنيا كاين الحيويه، وفي الاخره كاين الحيوان. الحيويه كتسالي في الدنيا، ملي كيمشي الانسان عند الله سبحانه وتعالى كيولي واحد العالم سميتو الحيوان، يعني واحد العالم ما كيفناش. والحمد لله هادشي اللي عرفنا على قدر المستطاع. راه كاين في القران دار الحيوان، يعني دار الحيوان هو ماشي الحيوان ديال الدنيا الحيوان المفترس او الحيوان الاليف، لا، هذه كلمة الحيوان عندها واحد المعنى ديال الخلود، حياة بلا فناء. ايوا كنعرفوا شوية والحمد لله، ماشي مجمكين كاع. تبارك الله عليكم. ايوا غادي مازال نزيد نكمل معكم. دائما السكنة كيف قلنا وظهر بها الخشلاء. الخوت شوف المشهد زويون بزاف، وكيذكرني انا فاش غالبا انتم غادي تكون عندكم سميتو. الا حيدنا هذا الكرسي من القدام وكاين غنشوفو غير الطبيعة، ونحن يعني ونغمضو عيني على هاد الكرسي بحال ما كاينش، فاش كيفكركم؟ أنا بعدا غادي نعطيكم التعليق ديالي على هاد المكان اللي أنا شادو دابا، كيفكرني بداكشي ديال الويسترن، لي فيلم كوبوي، جون واي نازل من ديك الهضبة، اللعود ديالو. هانتوما الخوت، هاد المكان ديال شي انسان هنايا، يعني هاد المسألة، هاد المكان هذا غيكون بريفي، زارع فيه مولاه ربما العنب، سير مول العنب، ولكن مغطيه بسميتو علاش باش مياكلوش الفراخ على ما اظن. علاش قلت العنب؟ لان الاماكن اللي فيها العنب كيكونوا بحال هكا، كيكونوا مصافينهم بحال هكايا و تيكون مغطينهم. واحد النقطة من النقاط المهمة، يعني الكلب ديالك حاشاك إلا كنتي خارج انت وياه ما خاصكش تخليه مطلوق ليبر. شوف هذا راه قانون الخوت. فوالا، واحد نقطة مهمة الخوت، بعض الإخوان المتتبعين ملوا من الطبيعة، بغاو يشوفوا الناس وبغاو يشوفوا المدينة وداكشي. ودرت لهم شي
يعني شي فيديوهات شويه فيها تحركات ديال البشر والسنتر فيل، ولكن انا لست مقتنع، لان ان شاء الله ناوي ندير شي حاجه اللي هي افضل يعني الناس وكذا، ولكن ماشي في هاد المدينه. غادي يكون ان شاء الله في برنامج اخر اللي غادي يكون خارج هاد المدينه. فوالا هذا من جهه. يعني الخوت كيكثروا، بعض الناس كيعطوك الاراء ديالهم وداكشي، ولكن تصور دابا عندك في العلاقه ديالك مثلا عندك الا درنا غير 100 انسان كتعرفو، كل واحد كيعطيك فيه تعليق راي، يعني واش انا غادي نقدر نساعد هاد الناس وندير هادشي كامل اللي كيقولوا؟ ما يمكنش. فلهذا انا كنقول هاد الناس هادو زعما دوك الاقتراحات ديالهم يعني يقوموا بها هما باش حتى انا نشوفهم، حتى انا نتابعهم، حتى انا يعني نكون من المتتبعين ديالهم، ويعني ويكون هناك واحد التبادل من خلال كيفاش كنشوفوا كيفاش كيصوروا كيفاش كيديروا، وحتى انا كذلك ومثال يشوفوا كيف شافوا عندي انايا وعطاو الاراء، حتى انا نشوف ربما نستقي منهم شي حوايج اللي غادي تفيدني. وتا هما راه كذلك ومثال يكون واحد التبادل في سميتو. كنتمنى الاخوان يعني يديروا قنوات ديالهم ويكونوا يعني كلهم يكونوا تقريبا عندهم قنوات، داكشي باش يكون داكشي زويون. فوالا يعني انا هاد القناة راه قناة بسيطة للغاية، راه ماشي شي قناة. قناة ديال الخضرار قناة ديال الخضرار والملاعب. المهم راه كاين واحد الماتش دابا كيتفرجوا فيه الناس. الا كانت الناس كتشوف دوك لي ميغايون شين، دوك الحيوطات الكبار، دوك الصوار، وحنا هنا كاينين لي زيسكالي دو سويسرلاند. Bonjour monsieur. عالم بلادهم يرفرف. Bonjour madame. C'est très beau ici. C'est très beau. واش ندير لكم شويه التيران؟
واحد الوقت باقي كنعقل كنت صغير وكنمشي عند خليل من واحد مراكش اي تورير، وكانت كتعجبني ديك المنطقه ملي كنت كنمشي كنشوف داك داك البناء التقليدي، وكان كله بل يعني كان كله بسميتو بالرمال، يعني بحال بالرمله والتبنو داكشي زعما تقليدي بزاف بزاف بزاف. ولكن اللي كان كيعجبني اكثر هو داك المنطقه كلها كانت شجار، وكانت يعني كتبان لك ديك الطبيعه بزاف، والشجر ديال الكرم، الشجر ديال هذا، الشجر ديال سميتو. ولكن واحد في هاد التواخر ديال 2015 وقيله كنت مشيت زرت الخال ديالي، واش كنلقى كنلقى الناس بدات كتبني بحال المدينه، ونقارد داك الخضرار وداكشي، يعني ما بانش لي انايا يعني قريه باديه، ما بانش لي باديه، يعني ما بقى داك لا داك يعني ما جاش حتى في النيفو ديال المدينه، وفقدت ديك اش كيقولوا لها، فقدت ديك النظره التقليديه اللي كنا كنشوفوا فيها. ايوا هذا ربما قال لي الغرب جاي يشوف جاي يدير المشي ديال الطوس، ما عرفش ملي رجع للمشي ديالو حتى هي تلفه. هذا مثل المغربي خطيره، المغاربه راه حادقين في هذا الشيء. ايوا الخوت، نتمنى تكون رقتكم هذا الفيديو هذه بهذه الجماليه، وكتعجبني انا بصراحه كتعجبني هاد الدار هذه ما شاء الله عليها، الله يحفظها من شي كارثه، الله يحفظها. كتعجبني هاد الدار هذه بزاف بزاف بزاف، لا بتيت ميزون بحال الشكل ديال لا بتيت ميزون دون لا بريري، ولكن هادي شكل ثاني. على هذا المشهد الخوت غادي نتواضعوا ونقول لكم السلام عليكم، وكيف كنقول دائما انا راه ما تنبغيش ندير داك اش كيقولوا ليه داك الزواق في الفيديوهات وداك الشيء ديال البشاعه وديك الجعراس بالليد وسميتو، هذا كيبان ليا مونك دو ريسبي. انا خصني الناس نهضر معاهم ماشي ندير لهم بالليد على الجعراس ها سميتو، مال هاد الناس صمكين ما كيسمعوش ولا زيازن، نهضر معاهم بالميمية، الحركات الميمية. فلهذا انا كنقول دائما رجاء المشاركة في القناة بالنسبة للناس اللي باقي ما شاركوش، وكنقول شوية ديال التعليقات وشوية ديال اللايكات وداكشي، زوقوا لنا شوية، قال لك زوقت بها. يلا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، اي بون ويكند.